بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأخ ناردنا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة فخامة الرئيس روبرت موغابي رئيس جمهورية زيمبابوي ورئيس الاتحاد الأفريقي أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوفود السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أرحب بانعقاد هذا المنتدى الهام في دورته الثالثة بالعاصمة الهندية نيو دلهي بدعوة واستضافة كريمة من قبل حكومة جمهورية الهند الصديقة كما يسعدني أيضاً أن أشكر شعب وحكومة جمهورية الهند الصديقة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والحفاوة التي قوبلنا بها والوفد المرافق وأنتهز هذه السانحة لأشيد بتعاون الهند حكومة وشعبا مع قارتنا الأفريقية واستمرارها في دعم جهود التنمية والاستقرار وتعزيز الاستغلال السياسي للقارة الأفريقية يأتي انعقاد هذه القمة الثالثة من منتدى الهند وأفريقيا للتأكيد على الحرص الذي يبديه الجانبان لاستمرار الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات واستناداً إلى إعلان أديس أبابا الصادر في مايو 2011 ميلادية إبان انعقاد القمة الثانية لمنتدى الهند وأفريقيا وما ورد فيه في إطار التعاون الاستراتيجي وخطة العمل المنبثقة عنه والذي أرسى أسس الشراكة الاستراتيجية بين الهند وأفريقيا ويسعدني أن أؤكد دعم السودان التام لهذه الشراكة الهامة وعزمه أن لا يدخر جهداً في تحقيق مراميها النبيلة السيد رئيس الوزراء أصحاب الفخامة السيدات والسادة لقد بدأت العلاقات السودانية الهندية في وقت مبكر منذ انعقاد مؤتمر باندونغ عام 1955 ميلادية الذي شارك فيه آباء الاستغلال في السودان إبان انعقاد المؤتمر التأسيسي لمقاومة الاستعمار والتعاون بين دول أفريقيا وآسيا بل لقد سبق الشعبان السوداني والهندي كل الأطر الرسمية الحديثة عبر التلاقح الثقافي والتبادل التجاري منذ القرن الثامن عشر فضلاً عما هو مؤكد في حقل الدراسات الإثنية والاجتماعية عن علاقات بين الشعبين ضاربة في القدم ترجع إلى آلاف السنين ولقد حارب الجنود السودانيين إلى جانب الجنود الهنود في خندق واحد إبان الحرب العالمية الثانية في شمال أفريقيا ولدينا اعتقاد جازم أن ذلك هو الحال بالنسبة للعديد من الدول الأفريقية الشقيقة حيث تحتفظ العديد من الدول الأفريقية بمكونات من شعوبها تنتمي لأصول هندية كما استفادت الثقافة السودانية وشقيقاتها الأفريقيات عبر التاريخ من العديد من ملامح وصفات الثقافة الهندية الغنية لكل ذلك فليس غريباً أن يزدهر التعاون السوداني الهندي في الوقت الراهن في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها حيث تسهم الهند حالياً في تنفيذ العديد من مشروعات البنى التحتية في السودان والاستثمار في مجال النفط والمعادن والسكر وغيره ومن المناسب هنا التذكير بضرورة أن يعمل هذا المنتدى الهام على وضع الأطر والآليات المناسبة لتعميق هذه العلاقات في كافة المجالات
وتزيل العقبات التي تعوق تقدمها. إن الشعوب الأفريقية تقف إلى جانب الشعب الهندي تماماً، مثلما كان الحال في الماضي خلال معارك نيل الاستقلال السياسي لخوض المعارك الراهنة في مجابهة التحديات، تحديات النمو والتنمية المستدامة والبناء والتعمير، بالاستفادة من الإمكانات والخبرات والتجربة الهندية في هذا المجال. وفي ظل الظروف الدولية الجديدة والمتغيرات، يشارك الجانبان الأفريقي والهندي الهم في ضرورة خلق أوضاع عالمية جديدة تلتزم بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين والمقاصد والمبادئ السامية لميثاق الأمم المتحدة الذي يتعرض للانتهاك والتجاوز من قبل البعض، وصون ومراعاة القواعد والأعراف المستقرة في القانون الدولي فيما يتعلق بسيادة الدول ومناهضة العقوبات والإجراءات القسرية الآحادية غير المشروعة التي تفرضها بعض الدول المهيمنة بصورة جزافية تمس الحقوق الإنسانية والاقتصادية والسياسية للدول والشعوب والأفراد. كل ذلك أملاً في خلق نظام دولي عادل وديمقراطي وشفاف يتعامل فيه الجميع على أسس من المساواة والعدل. إن أهم ما تحتاجه قارتنا الأفريقية اليوم هو تأمين استغلالها السياسي والاقتصادي وسون سيادتها وتنمية استغلال مواردها عبر الدخول في شراكات استراتيجية مثمرة لتحقيق الرفاهية لشعوبها من خلال التعاون المشترك الذي يفضي إلى تحقيق الكسب العادل لكافة المشاركين ولمصلحة كل الأطراف. إن وجود الهند وجنوب أفريقيا ضمن مجموعة دول مجموعة بريكس يعزز من فرص ازدهار التعاون جنوب-جنوب عبر توفير موارد إضافية لتمويل التنمية في الدول الأفريقية والاستفادة من خبرات دول المجموعة في مجال التنمية. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو إلى الاستفادة القصوى من مؤسسات التمويل التابعة لهذه المجموعة، مثل مصرف دول البريكس للتعاون والتنمية، وولوج آفاق جديدة في التعاون بشأن اعتماد العملات المحلية والإقليمية في التجارة البينية، واستخدام العملات الأفريقية والروبية الهندية في التحويلات بين الجانبين كحل عملي لمشكلة الديون المتراكمة الثقيلة التي لم تفلح كل الجهود المبذولة في السابق لإيجاد حلول معقولة لها، فضلاً عن التنسيق في العمل المشترك فيما يتعلق بقضايا التجارة الدولية. وبصفة عامة فإن تعزيز التعاون جنوب-جنوب بين الهند والدول الأفريقية أو مجموعة دول البريكس والدول الأفريقية يمثل أحد أهم الخيارات المتوفرة لتجاوز إخفاقات النظام الدولي المالي الراهن الذي يقوم على مؤسسات بريتون وودز المحتكرة والمحتكرة من قبل دول الشمال. ولذلك فإن كل من الهند وجنوب أفريقيا بموقعهما المتميز ضمن منظومة دول البريكس كدول مؤسسة للمجموعة يمكن أن يكون حلقة الوصل بين دول القارة الأفريقية والمؤسسات المالية لدول البريكس. السيد الرئيس، أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، إن السودان بحكم موقعه الجغرافي المتميز على البوابة الشرقية لأفريقيا وانفتاحه على عدد من الدول المغلقة وتمتعه بأراض شاسعة وإمكانات متنوعة يشكل نواة للتعاون في العديد من المجالات. ويأتي التعاون في مجال الأمن الغذائي والقطاع الزراعي بوجه عام في مقدمة هذه المجالات، بحسبان أن الأمن الغذائي أصبح ضرورة ملحة للطرفين يتعين الالتفات إليها بمزيد من الاهتمام، كما ترتبط مشروعات الأمن الغذائي بالعديد من الاهتمامات الدولية مثل قضايا السلم والأمن الدولي والإقليمي والمناخ والبيئة وحقوق الإنسان وخلق المجتمعات الآمنة الحصينة. وعلى ذات النسق فإننا ندعو إلى الاستفادة من تجربة الهند في مجال البحوث الزراعية التي أصبحت الهند بموجبها من كبريات الدول المنتجة للحبوب الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى. وفي رأينا
كذلك أن تجربة الهند في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والبرمجيات والطاقة والنفط والصناعة الزراعية يمكن أن تكون نموذجاً يحتذى، كما أنه بإمكان أفريقيا الاستفادة من التميز الهندي في مجال تقنيات البرمجة والمعلوماتية، خاصة فيما يتصل بالصحة والتعليم والنظام المصرفي. ونأمل في هذا الصدد أن يتم إنشاء آلية لربط أسواق المال في الدول الأفريقية مع الهند لحشد الموارد اللازمة لإحداث التنمية وتمويل مشاريعها الوطنية، خاصة في ضوء اعتماد الهند مشروع الإعفاء التفضيلي للرسوم الجمركية للمنتجات الأفريقية المصدرة للسوق الهندي، الذي نتوقع أن يضاعف التبادل التجاري بين الطرفين بصورة فاعلة. ويأمل السودان أن يتعزز التعاون بين الجانبين أيضاً في مجال استغلال الثروات البحرية النفطية والمعدنية والسمكية وحماية البيئة البحرية، فضلاً عن تعزيز الأمن البحري القاري مما يعرف اصطلاحاً بالاقتصاد الأزرق. وفي مجال التعاون الأكاديمي والعلمي والبحث، فإن السودان حريص على أخذ هذا الأمر بالجدية المطلوبة، وعلى استعداد لاستضافة جامعة علوم عموم أفريقيا وتقديم ما هو مطلوب لدعم التقدم العلمي والبحثي بين الهند وأفريقيا، استناداً على تجربة السودان في هذا المجال، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي في قلب القارة الأفريقية. ويجي هذا الالتزام تعبيراً عن تقديرنا ودعمنا للتعاون بين الهند وأفريقيا في هذا المجال الحيوي الهام، والذي لا يمكن بدونه دعم القدرات أو تطوير الاقتصاد وتحقيق التقدم المشهود. سيد الرئيس، أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، إن السودان متعدد الثقافات والأعراف ينظر إلى تجربة الهند الراسخة في الحكم الاتحادي كأسلوب فاعل لإدارة الدولة، وقد استلهم السودان الكثير مما لمح التجربة الهندية في مجال الحكم الاتحادي اللامركزي الذي يعمل به السودان منذ العام 1994. وتعكف بلادنا الآن ولمزيد من الترتيب لأوضاعنا الداخلية على إدارة حوار شامل وتشاور عام يشارك فيه القوى السياسية وقوى المجتمع. سيد الرئيس، أصحاب الفخامة، سيدات والسادة، إن إصلاح منظومة الأمم المتحدة يظل من الأمور الأساسية والقضايا المحورية التي تنال اهتمام سياسة السودان الخارجية، وذلك حتى تصبح هذه المنظمة ديمقراطية التوجه وفاعلة الإدارة ومعبرة بشفافية عن كافة دول العالم دون ما تمييز ظالم، وذلك بعد مضي 70 سنة من تأسيسها. ويستوجب الإصلاح المنشود إبعاد المنظمة الدولية عن التسييس مع احترام المبادئ والقيم التي أرساها ميثاقها الأساسي. ونأمل أن يوفر التنسيق الأفريقي الهندي فرصة لإنجاح مساعي الإصلاح المنشود. أصحاب السيد الرئيس، أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، ويرى السودان أن تحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط وكبح جماع التطرف والإرهاب وزعزعة أمن الدول وتحقيق السلام الشامل يستوجب حلاً شاملاً وعادلاً ونهائياً لقضية فلسطين يحترم حقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وعاصمتها القدس. وننتهز هذه الفرصة لنعبر عن رضائنا التام وسعادتنا بتضمين الحركات المسلحة المتمردة على الدولة ضمن شرائح المجموعات الإرهابية في الإعلان السياسي الذي سيصدر عن القمة الثالثة لمنتدى التعاون الأفريقي الهندي. إن بلادنا ترحب بمشروع إعلان قمة منتدى التعاون الهندي الأفريقي الثالث وإطار عمل الهند وأفريقيا للتعاون الاستراتيجي، اللذين يمثلان أهم مخرجات هذا المنتدى، واللذين تم التواصل إليهما عبر توافق الآراء كأساس متين لمستقبل التعاون الأفريقي الهندي. ويسعدنا أن نشير في هذا الختام إلى التوافق الذي نسعى للتوصل إليه من خلال هذا المنتدى، سوف يوفر إطاراً استراتيجياً شاملاً وطموحاً ومستداماً للأهداف والغايات المنشودة للتعاون بين الهند وأفريقيا، فضلاً عن أثر الإيجاب المباشر على العلاقات الثنائية بين البلدين. وأختم حديثي بأبيات شعرية للشاعر السوداني تاج السر الحسن، أنشدها
بعد عام واحد من مؤتمر باندونغ قائلاً: ولقد مدت لنا الأيدي الصديقة وجه غاندي وصدى الهند العميقة صوت طاغور المغني بجناحين من الشعر على روضة فني. وأشكر لكم حسن الاستماع، متنمل للهند الصديقة شعباً وحكومة كل التقدم والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.